السلام عليكم، إن شاء الله تكونوا بخير. اليوم هو آخر درس عن الجهاز المناعي، فهناك بعض الأمراض الجرثومية كمرض السل وشلل الأطفال والدفتيريا والحصبة، ولكن تمت السيطرة عليها بمساعدة العضوية في مقاومتها، وذلك بتبني استراتيجية مختلفة كالتلقيح والاستمصال. لهما درسنا اليوم. نبدأ مع التلقيح. في سنة 1879 بفضل عالم فرنسي لويس باستر، الذي قام بمجموعة من التجارب على مجموعة من الدجاج. في المجموعة الأولى أخذ مزرعة حديثة فيها بكتيريا كوليرا. مزرعة حديثة يعني طبق بيتري، يكون زجاجي أو بلاستيكي، يستخدم في التجارب. هذا الطبق يوجد فيه مواد مغذية وبكتيريا الكوليرا. فقام العالم بحقن عصيات كوليرا للدجاج، فبعد يومين الدجاج مات. في المجموعة الثانية، تلك المزرعة الحديثة بعد مرور عليها 3 أشهر تصبح مزرعة قديمة، فأخذ منها عصيات كوليرا وحقنها للدجاج للمجموعة الثانية. فبعد أسبوع عدم موت الدجاج. عندما لاحظ العالم عدم موتها قرر حقنها بمزرعة حديثة، فبعد يومين أيضا لم يموت الدجاج. تفسير لما حدث: أن عند حقن المجموعة الثانية من المزرعة القديمة، أن تلك عصيات الكوليرا أصبحت ضعيفة، فسمحت للجسم التعرف عليها وإنتاج أجسام مضادة. هنا اكتسبت مناعة ضد هذا الميكروب. للتوضيح أكثر، فكما تعلمنا في الاستجابة المناعية الخلطية، عند حقن الدجاج ببكتيريا الكوليرا ضعيفة، تحول الخلايا اللمفاوية البائية إلى خلايا لمفاوية بائية ذات ذاكرة، تكون بكمية كبيرة وتحيا لمدة طويلة، ولكن تبقى ثابتة ومستعدة في حالة كان هناك هجوم ثاني. وخلايا بلازمية منتجة أجسام مضادة التي تبطل مفعول مولد ضد، بما أنه ضعيف يعني سهل القضاء عليه. هنا الالتماس الأول، يعني هنا عند الحقن بمزرعة قديمة. وعند التماس ثاني، يعني عندما حقناها بكوليرا حديثة، كوليرا حديثة يعني رها قوية، فلماذا لم يموت الدجاج؟ هنا تتدخل خلايا اللمفاوية البائية ذات ذاكرة اللي كانت ثابتة ومستعدة لأي هجوم. وهنا عند إثارتها مجددا بنفس مولد ضد، يؤدي إلى إنتاج أجسام مضادة بكمية أكبر وفي زمن أقصر. يعني لوقاية الجسم لابد من حقن الكوليرا قديمة أولا لأنها تكون ضعيفة. فعند الالتماس الأول تكون الأجسام المضادة بأعداد قليلة، يعني حتى وإن كانت كوليرا ضعيفة يمكن القضاء عليها بكل سهولة. ولكن إن حقنا الكوليرا حديثة من المرة الأولى والأجسام المضادة تكون عندنا بنسبة أقل، هنا أكيد الدجاج يموت. لذلك العالم فكر بأن نحقن في الأول الكوليرا الضعيفة، فيمكن القضاء عليها من طرف الأجسام المضادة القليلة، وتبقى الخلايا اللمفاوية البائية ذات الذاكرة ثابتة ومستعدة لهجوم ثاني. عند الالتماس الثاني، يعني عند الهجوم الثاني من الكوليرا الحديثة، هنا اللمفاويات البائية ذات الذاكرة التي بعدد أكبر تقوم بإنتاج أجسام مضادة بكمية أكبر وفي وقت أقل، فلا تكون الكوليرا الحديثة أي فرصة للنجاة. ومنه لم يموت الدجاج بفضل الحقنة الأولى من الميكروب الضعيف، وهذا ما يعرف بالتلقيح. فهي حقن العضوية بميكروب ضعيف أو سم غير فعال
يكسب العضوية مناعة ضد الأمراض لمدة طويلة، وكان أول تلقيح على الإنسان سنة 1885. حقن باستر طفلا تعرض لعضة كلب مصاب بداء الكلب. تلك الحقنة فيها محلول يحتوي على شكل مخفف للفيروس هذا الداء، فنجا هذا الطفل من الموت. ولكن من أجل ضمان فعالية اللقاح وعدم التباعد بينها، لتبقى الخلايا المناعية تحمل ذاكرة اتجاه الجسم الغريب وتفادي انخفاض الأجسام المضادة وضمان الوقاية من الأمراض. الآن نتعرف على الاستمصال. في سنة 1894 لاحظ الدكتور إيميل غو المساعد القريب للويس باستر أنه إذا حقن حصان بجرعات متزايدة من توكسين دافتيريا فإنها تثير لديه ظهور كميات كبيرة من الأجسام المضادة للدافتيريا. نشأت لدى إيميل غو فكرة حقن مصل هذا الحصان الجد المحصن في مرضى مصابين للدافتيريا، فشفي معظمهم، وهكذا نشأ الاستمصال. إذن الاستمصال هو حقن المريض بمصل يحتوي على أجسام مضادة نوعية للجسم الغريب، ولكن هنا عكس التلقيح فهو يحمي الجسم لمدة قصيرة، لأن الاستمصال هدفه العلاج، يعني المريض يحتاج نقل مناعة فورية، فأخذنا مباشرة أجسام مضادة من شخص محصن من ذلك الميكروب وحقناها للمريض. هنا الأجسام المضادة تهاجم فورا مولد ضد وتبطن مفعوله فيشفى المريض، ولكن تلك الأجسام المضادة تنتهي بعد أسابيع، لذلك إن عاد نفس الميكروب إلى الجسم بعد الأسابيع سيمرض مجددا. يعني هدف من الاستمصال كما قلت سابقا هو العلاج، يعني تلك الفترة الفورية. أما التلقيح هدفه الوقاية بحيث يدوم لشهور وسنين، حتى وإن عاد الميكروب لن يمرض لأن لديه لمفاويات بائية ذات ذاكرة مستعدة لأي هجوم ثاني. ولكن في الاستمصال لماذا يمرض مجددا؟ لأن جسم المريض لا يحتوي على لمفاويات بائية ذات ذاكرة تجاه ذلك المرض، لأن تم حقنه فقط بالأجسام المضادة فهي قامت بدورها في تلك اللحظة ثم تنتهي. وبهذا ختمنا عالم المناعة، وسندخل إلى عالم الوراثة، وهذا ما سنراه بالتفصيل في الفيديو القادم، وإلى اللقاء.